دانيالا رحمة ما زالت تتواجد في دبي وعلى انستا ستوري تنشر أجواء جلسة التصوير اللي سوتها. وطبعا دانيالا سعادتها كبيرة بالأصداء الإيجابية اللي حققها مسلسل الموت واللي استمر تصويره لآخر أيام رمضان. بعرف كتير تعبانة بس ما فيكي ما تعملي لقاء مع انسايدر صح؟ مش تعبانة أبدا ولا شوي. طبعا ما في زعلكم. شو بدك قلك ريم ولا وجدين ولا دانيالا؟ اليوم دانيالا. وتعب دانيالا كلهان باللحظة اللي بدأت تحصد نتيجة مجهودها وتسمع الأصداء الإيجابية على دورها بمسلسل الموت اللي كتبتها نادين جابر. أول مرة بكون هالقد قريبة من كاتبة وبنحكي كتير بالشخصية وبتساعدني كتير وبتبكي معنا وبتزعل معنا وبتضحك معنا وبتسأل عنا وبتطمن علينا. كان في عليها كتير حلو بتجمعنا كلنا ومع المسلين مع ماجي مع محمد مع باسل باسم بديع كلهم يعني ما بدي أنسى حدا عن جد كلهم كان تجربة رائعة. ومع أن علاقة ريم وسحر اللي لعبتها ماجي بغصن بالمسلسل كانت كلها مطبات إلا أن علاقتها الثنائي بالكواليس ما حملت إلا الإيجابية. لو ما من دانيال كنا خلصنا تصوير المسلسل ما كنا بعدنا بنص التصوير لأنه دانيال بعد كل مشهد عندها نص ساعتنا ما حبيت ما كان منيح كان لازم أعمل أحسن يعني بعد كل مشهد عندك نص ساعة تراضي دانيالا إنه كان منيح حلو كثير كان حلو كان منيح بتعقد نو نحن أنا وماجي صرنا قراب أكتر بالمسلسل. إحنا كنا قراب قبل كنا نشوف بعض يعني وقت أشوفها مع جمال أو بالشركة أو بأولاد آدم ما كتير شفنا بعض لأنه ما كنا كتير عم نصور مع بعض ما كان عنا مشاهد مع بعض هون تقربنا من بعض كتير. ماجي شخص كتير فرح بحب يضحك كل الوقت بتحب العالم بتعطي طاقة بتساعدك بتنصحك يعني لما امبارح مثلا كان عندنا مشهد دغري ماجي هلا ساعديني شو بدي غير بالناس بدي ظبطه هلا بدك تساعديني. بس يبقى اهم سند لها بهالعمل هو المخرج فيليب اسمر. يلا شو انبسطت بالشغل مع فيليب اسمر. روح شو ماجي انت هلا عم برجع اتذكر مشهد التلج مثلا وقت طلعت لبرا كانت الحراره يمكن ماينس 6 وانا قاعده بهالثلجات ساعه ونص فيليب ما قبل يقعد جوا على المونيتور طلع لبرا وقعد بالثلج معنا تيحس معنا برا. يا الله شو قدرت هاللحظه عن جد كنا برا شي ساعه ونص تحت التلج وانا قاعده على هالسطح وعم برجف حسيت حالي لحظتها انه حتى لو بدها تنزل دمعه حتنزل ثلج من فش دمعه. يعني فيليب باختصار سوى اللي قاله تتر المسلسل اللي غنى نصيف زيتون. حط حالك محلي وقلي ساعتها انت شو حاسس. نصيف هنيك نصيف هن الكل صورنا التيزر سوا وكان عم بيقلنا مبروك وإن شاء الله بالتوفيق وكان لازم يكون معنا بالكليب. ليه عم تضحك؟ بدك وديل تطلع فيك. أوكي خلصت. لا ما بدي وديل تطلع فيي أنا في جواب بالعكس. وبس كمان تعلقت على الصورة إنه I love you both أنتي. لا 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 هيدا العالم بيعلقوا فأنا بدي توضح. هي إيه بحوضح إنه مش أنا نزلت هالصورة يعني هي مش صفحتي الرسمية ومش أنا نزلت هالصورة وI guess يعني إذا في شيء أنا بدي أعلنه ما حأعلنه بهالطريقة يعني. فلا مش أنا حدا عمل فوتوشوب شكله ونزل الصورة ويعني حدا بعت لي إياها وشفتها يعني صراحة شفتها وسكرت تليفوني وكملت تصوير يعني هالقد إنه ما عبالي ركز على هالقصص. فدانيالا كانت حريصة إنها ما تخلي شيء يأثر على تركيزها بالعمل اللي اجتمعت فيه بمشاهد عديدة مع محمد الأحمد كونه قدم دور زوجها هادي. بأي دور بلعبه أكيد لازم يعمل لي نقلة نوعية بمكان وإلا ما بيلزمني وانتشار بمكان وخبرة بمكان ويعني ممكن الناس شافتني بشكل تاني بنوع أداء تاني بطرح تاني. أما عن هالثنائية اللي ركبت لأول مرة بينه وبين دانيالا فمحمد كان سعيد جدا فيها. دانيالا بتأخذ العقل تعاملت مع الدور بكل صدق بكل احتراف قدمت لهذا الدور عن جد بكل أمانة يعني
وهي ممثلة أنا يعني أنا بحبها لدانييلا حتى قبل يعني قبل أي شراكة. بحب إحساسها، بحب لطافتها، وبحب بحب أدائها يعني. وأداء محترف ثاني قدم باسم مغنية اللي ظهر بشخصية عمر. عمر تعبني جسديا حتى مش بس نفسيا. شو صار معك؟ بلك جيبيني ابن وخيط من جوا من الزينة بسرعة. يلا. فعمر شخصية متناقضة جدا، والكثير حبها وتعاطف معها، ولكن بالمقابل أيضا الكثير استفزهم طريقة كلامه. إحنا عم نحكي عن نماذج بالمجتمع هن إلى حد ما أولاد شارع، فطبيعي لغة الحوار بيناتهم ما تكون مثل لغة أي إنسان تاني، فنحن عم نحاول ننقل هذه الطبيعية الموجودة بالحياة للتلفزيون. طبعا ما تخطينا الخطوط الحمر لأنه نحن بنعرف نحن عايشين مجتمع شرقي، بس قلنا القصص اللي بيقولوها الناس العاديين بحياتهم هيك.